أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. نبدأ الحلقة من العرب الجديد وعن لقاءات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بقادة الميليشيات. كتب أحمد سعداوي مقالا في صحيفة العرب الجديد، جاء فيه: على أثر الصورة التي ظهر بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مع زعماء حرب وقادة فصائل مسلحة في بغداد وهم يبتسمون، تساءل البعض عن جدية توقعاتنا بأن يكون لهذه المؤسسة الدولية دور مغاير تماما، كأن يكون في صالح الشعوب وقيم الحرية والعدالة لا في صف الأنظمة وتخادم المصالح. ويضيف الكاتب: يستطيع غوتيريش أن يتعرف جيدا على ملامح الزعماء السياسيين العراقيين وقادة المجموعات المسلحة الذين صافحهم في بغداد العاصمة بشكل أفضل من خلال مطالعة قصص العراقيين في أدراج الأمم المتحدة، وهي قصص لن يستطيع أصحابها نسيانها. أي بائع سجائر على أرصفة العاصمة سيقول للسيد غوتيريش الرأي الذي يجمع عليه غالبية العراقيين، فهؤلاء لا يمثلون الشعب العراقي ولا مصالحه، والنسبة الأكبر منهم تمثل مصالح دول مجاورة، كما أنهم يحكمون تحت ظل شرعية هي الأوطأ منذ عام 2003. وعلى الرغم من أن ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق بلاس هارت قد زارت خيام المعتصمين والتقطت صوراً مع المتظاهرين، إلا أنها لم تترك قائد ميليشيا من المتهمين بالمجازر والجرائم إلا والتقت به، واستمرت بالتقاط الصور مع الجميع، وهو ما قد يفهم على أنه جزء من مهماتها الدبلوماسية. ولكن ما تعزز في أذهان المراقبين أن ممثلة المنظمة الدولية ترى الجريمة وجهة نظر، وأنها لا تمانع استفزاز أهالي الضحايا والنخب المدنية والثقافية والإعلامية والناشطين الذين خسروا أصدقائهم في ساحات التظاهر برصاص هؤلاء الزعماء الذين تواظب بلاس هارت على اللقاء بهم في كل وقت وحين. وإلى صحيفة القدس العربي، ونقرأ منها مقالا للكاتبة هيفاء زنجان، جاء فيه: أكد رئيس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني أن مكافحة الفساد والإصلاح الاقتصادي من أولويات الحكومة، وأن الفساد هو التحدي الأول الذي تواجهه حكومته. وتتساءل هيفاء زنجان: هل تعني تصريحات رئيس الوزراء هذه وأوامر إلقاء القبض والاستقدامات أن العراق مقبل على التشافي من فيروس الفساد الذي جعله يصنف بجدارة تامة في العقدين الأخيرين ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم؟ حسب مؤشرات ومدركات الفساد الذي تصدره بالأحرى منظمة الشفافية الدولية. وتضيف الكاتبة: هل سيختلف السوداني من ناحية معالجة البلد من الفساد عن غيره من رؤساء الوزراء الذين تعاقبوا على حكمه منذ غزوه واحتلاله؟ ها هو محمد شياع السوداني في مسيرة المزايدات بمكافحة ومحاربة والقضاء على الفساد، يكرر ذات الاسطوانة المهينة للشعب، فيلقي الخطباء ويوجه بتشكيل هيئة عليا لمكافحة الفساد كبديل للجنة العليا لمكافحة قضايا الفساد التي شكلها الكاظمي، وكأن تغيير الاسم سينظف البلد من شبكة الأحزاب والميليشيات المتنفذة خارج نطاق القانون والمافيات القريبة منها. وكما بات مألوفا أيضا، أصدر الكاظمي بيانا يدين فيه اتهام واعتقال مسؤولي حكومته ليتهم بدوره إجراءات السوداني، واصفا إياها بأنها كيد يكشف محاولات التستر المستمرة على المجرمين الفعليين. المضحك المبكي أن تحمل تصريحات رؤساء الوزراء كلهم الحقيقة حالما يتهمون بالفساد، ليس لتنظيف البلد من الفيروس المستوطن، ولكن لتوجيه الأنظار بعيدا عن دورهم المنهجي في نشر الفيروس. ولعل السوداني يتهيأ من الآن بإعداد بيان يتهم فيه من سيليه بالكيد والتستر على السراق الحقيقيين،
فالكل يلتهمون وجبات الفساد، والاختلاف الوحيد بينهم هو حجم اللقمة. وإلى صحيفة المدى العراقية، وفيها نقرأ مقالا للكاتب علي حسين تحت عنوان بين سرقة القرن وسرقة البلاد. منذ أن أعلن عن ما يسمى بسرقة القرن، والمواطن العراقي واجه أطنانا من الكلام والخطب استهلكت معظم وقت الفضائيات، وخرج علينا من يعلن القضاء على الفساد وأنه قبر وإلى الأبد، واستغرقنا في مناقشات ومشادات كلامية طويلة كثيرة عن بطولة الذين كشفوا عن أسرار السرقة والفساد، وشاهدنا وإياكم المتهم الأول نور زهير وهو يجلس بكامل قيافته خلف القضبان، واستمعنا إلى تحليلات هيثم الجبوري عن براءته. ويضيف الكاتب لقد جرت عمليات تشويه للحقائق بطريقة ممنهجة من الأكاذيب، حتى تصور الناس أننا كنا نعيش في دولة تحتل القائمة الأولى في سلم النزاهة والتنمية والتطور. اللافت أن موضوع سرقة القرن تم توظيفه في تثبيت تلك الصورة المصطنعة عن أن الحكومات السابقة لحكومة الكاظم حافظت على المال العام وحاربت الفساد. ولكن ماذا نفعل للإمبريالية الأمريكية التي فرضت علينا الكاظمي؟ ولأن النواب والسياسيين يعتقدون أن هذا الشعب ينسى بسرعة، وأنه يملك ذاكرة سمكة، وأن العراقيين لا يتذكرون أن أكثر من 80 مليار دولار نهبت من أموال الكهرباء، وأن ميزانيات كاملة وبعشرات المليارات تم نهبها في وضح النهار، وأن أموال الحصة التموينية حولها فلاح السوداني لحسابه الخاص، وأن أموال طبع الكتب المدرسية أوصلت مثنى السامرائي إلى قبة البرلمان. ولهذا كان لابد من اعتبار سرقة القرن هي الأخطر، بينما ما سرق من أموال منذ عام 2005 وحتى عام 2020 حق مشروع لمسؤولين ناضلوا في سبيل رفاهية هذا الشعب. وحول المشهد الفلسطيني كتب طلال عوكل في صحيفة الأيام مقالا جاء فيه 30 عاما إلا بضعة أشهر مرت على توقيع اتفاقية أوسلو، والتي شكلت عنوانا ومضمونا لمرحلة طويلة من الصراع تستحق قراءة معمقة بعيدة كل البعد عن ثنائية التقييم، إما أسود وإما أبيض. ويضيف الكاتب يحتاج الفلسطينيون في هذه الظروف إلى أن يعيدوا حساباتهم من جديد في ضوء التغيرات التي طرأت على جانبي الصراع، وفي ظل الظروف كذلك الدولية الراهنة أو المرتقبة في المظهر العام، حيث فشل الفلسطينيون في رهانهم بالرغم من كل ما قدموه من تنازلات وما أبدوه كذلك من استعدادهم لتقديمه من أجل تحقيق ولو جزء قليل من مشروعهم، مقابل ما يبدو أنه انتصار وفوز للمشروع الصهيوني. تشكل الحكومة الإسرائيلية القائمة ذروة التطور الطبيعي للتفاعلات الاجتماعية الداخلية لتعكس المواصفات الحقيقية للمشروع الصهيوني، بما أنه مشروع احتلالي إلغائي وإحلالي عنصري فاشي. يبدو أن الرهان الأساسي والحقيقي اليوم لا يستند أيضاً إلى الميزان الديمغرافي بالرغم من أهمية هذا العامل، وإنما يقوم الرهان على تفاقم التناقضات الداخلية في المجتمع وفي المستويات الحزبية والسياسية والأمنية في إسرائيل. الفلسطينيون يواجهون خطراً كبيراً من هذه الحكومة الاحتلالية العنصرية الفاشية، لكن هذا الخطر لا يمس وجود الشعب الفلسطيني على أرضه وقدرته على خوض الصراع، لكن هذه الحكومة تشكل خطراً كبيراً وحقيقياً وجودياً على إسرائيل. إذا وضعنا كل ذلك في الميزان، فإن الشعب الفلسطيني لم يهزم ولم ينتصر الإسرائيلي، خاصة أن لا خيار أمام الفلسطيني سوى أرضه وحقوقه، بينما لدى الإسرائيلي خيارات حملها معه منذ أن وطأت قدماه، أرضاً ليست له. في صحيفة الفاينانشال تايمز نشرت تقريراً لمراسليها جون بول راثبون وأندرو إنجلاند في لندن، وهنري فوي في بروكسل، وماكس سيدوم من ريغا، وفيليسيا شوارتز في واشنطن،
قالوا فيه إن روسيا تتردد تماماً في شراء صواريخ باليستية من إيران خوفاً من قيام حلفاء أوكرانيا بتزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى وفقاً لتقديرات المسؤولين الغربيين. وكانت إيران أرسلت مئات المسيرات المسلحة إلى روسيا والتي استخدمت لمهاجمة البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا. وتعتقد العواصم الغربية أن طهران منفتحة على مزيد من التعاون العسكري مع موسكو. الجيش الروسي قلق بالفعل بشأن قدرته على استمرار الحرب، حيث انخفضت إمدادات الصواريخ والمدفعية إلى نصف مستوياتها في أواخر العام الماضي. وقال مسؤول أوروبي إن الروس في حالة يرثى لها، إنهم بحاجة إلى صواريخ بمساعدة التكنولوجيا الروسية التي تم توفيرها في التسعينيات. قامت إيران ببناء أكبر أسطول من الصواريخ البالستية في الشرق الأوسط في إطار برنامج وصفته وزارة الدفاع الأمريكية في عام 2019 بأنه دقيق بشكل متزايد ومتطور. في غضون ذلك قال البنتاغون إن روسيا مهتمة بقدرة الصواريخ البالستية الإيرانية. وقال مسؤولون غربيون ومحللون إن طهران وموسكو بحثتا إمكانية تبادل الأسلحة الروسية الحديثة مقابل صواريخ باليستية، لكن تلك المحادثات توقفت لأسباب منها التداعيات المحتملة لمثل هذه الصفقة على الجانبين. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم، غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. هذه الحلقة مستمرة لكن بعد الكاريكاتور. جاء في العربية الجديد: حلاقة من أجل تركيا وسوريا في البوسنة. أطلقت مجموعة من مصففي الشعر في البوسنة والهرسك حملة لمساعدة ضحايا زلزال كهرمان مرعش. وقرر 60 من مصففي الشعر من الرجال والنساء إرسال أرباحهم من قص الشعر إلى ضحايا كارثة الزلزال في تركيا وسوريا. بدأ لبنان بتطبيق قرار التسعيرة بالدولار الأمريكي في المتاجر الغذائية الكبرى بهدف الحد من التلاعب في الأسواق واختلاف تسعيرة البضائع مقابل الدولار. وأظهرت صور من الأسواق اللبنانية التزام المحال التجارية بهذا التوجه. يأتي ذلك بعد إعلان وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام في مؤتمر صحفي اعتماد التسعيرة بالدولار في المحال التجارية.
والآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. اتهامات وضحايا بالملايين. واشنطن تتهم موسكو بارتكاب جرائم حرب، والأخيرة ترد بالتذكير بأخطاء ارتكبتها الولايات المتحدة. فهل سياسة شيطنة الآخر مسألة مستجدة في السياسة الدولية؟ اتهامات أمريكية. خلصت الإدارة الأمريكية إلى أن روسيا ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، وبأنه سيتم محاسبة المتورطين بحسب نائب الرئيس الأمريكي. وتقول الإدارة الأمريكية إنه تم تحديد مرتكبي الجرائم والتي يتضمن بعضها عمليات إعدام ميدانية، وفقاً لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. ووثقت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أكثر من 30,000 جريمة حرب ارتكبت في أوكرانيا. الرد الروسي. التلميحات الأمريكية محاولة لا سابق لها من حيث سخريتها في سياق الحرب علينا. هكذا ردت السفارة الروسية في واشنطن على الاتهامات الأمريكية. وسبق لموسكو أن سخرت من الاتهامات الأمريكية عام 2022، فاستعرضت ما وصفته تزويراً قام به الأمريكيون لتبرير تدخلاتهم العسكرية في جميع أنحاء العالم. وأعادت موسكو التذكير بما يعرف بأنبوبة الاختبار التي تحتوي على مسحوق أبيض، والتي عرضها وزير الخارجية الأمريكية الأسبق كولين باول على مجلس الأمن لتبرير غزو العراق عام 2003 بزعمه امتلاكه أسلحة دمار شامل ليتبين زيفها لاحقاً. لقد جلبت الآلة العسكرية الأمريكية معاناة لا توصف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما جاء في بيان الخارجية الروسية. قديم متجدد. تبادل الاتهامات بين العملاقين النوويين ليس جديداً، فقد خاض الطرفان سلسلة من المواجهات الإعلامية والسياسية والأيديولوجية والعسكرية غير المباشرة بين الأعوام 1947 و 1991 وما بعدها، وإن كان بطريقة أكثر دبلوماسية وبما يعرف اصطلاحاً بالحرب الباردة. حدث ذلك في أزمة خليج الخنازير والحرب الكمبودية والفيتنامية والأفغانية والبوسنة والهرسك وكوسوفو وانقلابات أمريكا اللاتينية. وفيما تعلل موسكو اتهاماتها بأن واشنطن وحلفائها لم يجدوا الشجاعة بعد لتحمل المسؤولية عن أعمالهم الإجرامية وتعويض العالم عن كل ما فعلوها، ترد واشنطن وحلفائها بأنهم يستعدون لصراع طويل الأمد بحسب الواشنطن بوست. برأيكم هل سيستمر مسلسل كشف المستور بين واشنطن وموسكو؟ إلى اللقاء.